السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة اللي حضراتكم، احنا في فصل الشتاء، برضو بيتعلق بالموسم اللي احنا فيه. الموسم اللي احنا فيه موسم الانتاج، زي ما حضراتكم شايفين الحمام كله ما شاء الله الايام دي بيبقى شغال اهو، بيضة مع اولادها اهو، ده دليل اهو حضراتكم. طيب الناس اللي بتغسل كلفة الحمام اهو، زي ما حضراتكم شايفين ادي الكلفة. الناس اللي كانت بتغسل الكلفة، طب تعمل ايه الوقت ما فيش شمس؟ ولو غسل الكلفة مش هتنشف معاه، ما فيش، هيعمل ايه؟ طيب انا اقول لكم على طريقة بديلة لغسل الكلفة توفر عليكم التعب ده، لان الكلفة انت ممكن تجيبها من حد مش مضمونة، وما انا ما فضلش، انا افضل ان انت تجيب من حد ضامنها، لا ما تجيبش اللي فيها بودرة والكلام اللي حضرتك عارفه ده. طيب هنشوف نعمل ايه. الكيس ده كيس ب10 جنيه، مضاد للسموم والفطريات، ده هيغنيك عن غسل الكلفة. لو انت متعود تغسل اكل الحمام مش هتعرف تغسله دلوقتي، ده هيغنيك. ده ب10 جنيه كيلو بحاله، فانت هتاخد من ده معلقة او زيادة شوية. انا هوريكم وانا بعمل ازاي. انا باخد بايدي كده اهو، انا فاتح الكيس اهو كده، انا باخد بايدي كده بالبركة، هو يعني ما هيضرش في حاجة اهو. شوف ازاي اهو، خدت شوية اهو، ونروح نحطهم على اكل الحمام اهو. تمام، هنروح نلخبطهم ازاي بالطريقة دي. نروح اهو لأكل الحمام اهو، ازاي ده هيغني حضرتك عن غسيل. قلبهم كويس، الكمية ده حوالي 10 كيلو، حطيت عليها شوية دول. وزي ما قلت لك الكيس في متناول الجميع، الكيس ده ب10 جنيه، ضروري جدا، مهم جدا، هيغنيك عن الأدوية، هيمنع الاسهال الاخضر. معظم امراض الحمام بتيجي من الاكل اللي مش نظيف، او من عدم غسيل المسائي. زي ما قلت لحضرتك دايما تغسل المسائي بحاجة بسلكة جامد كده، تدعكها كويس جدا بسلكة زي دي، متخليهاش مزفلطة، متخليش المسقة مزفلطة. تمام، زائد ان انا بحط من الكيس ده كمان اهو، الكيس ده برضو ب10 جنيه، برضو هنحط منه شوية. الكيس ده عبارة املاح معدنية للدواجن، يعني املاح وكالسيوم وحاجات زي كده، فيتامينات اهو. ده برضو رخيص جدا، يعني مش هيضر ما تحط من ده مع ده، هنحط برضو شوية نفس المقدار اهو، حبة زي دول هنحطهم إضافة لمضاد السموم ومضاد الفطريات، علشان احنا الأيام دي تم بحمامك هتشوف الخير إن شاء الله. الأيام دي فيه الإنتاج، موسم الإنتاج، اهتم بالحمام. حد يقول لي أصل أنا بربي حمام بلدي ما يستاهلش التكلفة دي كلها، يا سيدي والله كلها، احنا بنجيب حاجات رخيصة ما بنجيبش حاجات غالية. وبعدين يعني انت عايز بتربي عشان تستفاد، وانت ما حطيتش وما عملتش ما انتش هتلاقي حاجة، فانت لازم تهتم بالحمام. وما تنساش التحديق اللي احنا دايما بنقول عليه، التحديق دايما يكون قدام الحمام دايما، ما يخلص. كل ما تلاقي دي محطوطة على طول، كل ما تلاقي ان هي بتقل تزودها تاني اهو. كيس اهو، انا عندي الكيس على طول، كل ما بيخلص بشتري غيره اهو، انا بجيبها من عند الراجل اللي بيبيع اكل الحمام، هو عنده اهو،
يعني حوالي 4 كيلو ب5 جنيه، مش حاجة يعني مش حاجة غالية برضو زي ما قلت لحضرتك. اهو حطها ونحطها للحمام، الحمام بيحبه جدا. اهو لازم تكون موجودة كده جنب الاكل، هو الحمام الطبيعي لما بياكل اهو، اما الحمام بياكل بيجي يحدق من التحديق ده. هي زي ما قلت لحضرتك قبل كده كتير في كل الفيديوهات، التحديق ده عبارة عن محار زائد رمل زائد حصى هدد بيوت القديمة يعني، زائد ملح، ملح خشن احنا بنجيبه من معمل الجبنة، بنزود عليه اضافة شوية ملح، زائد لو عندك شوية جير حطهم مفيش مشكلة، ولو فيه شوية فحم، احنا قلنا عملنا موضوع فيديو عن الفحم مخصوص، الفحم لو حتى مرة كل شهر حط اللي هو الهارد الفحم الناعم اللي بيفيد من عند القهوة او من عند بتوع اللي بيبيعوا الفحم، بيرميه هو بيرميه اصلا، هيديك الفحم ده ببلاش او بأقل فلوس يعني، فحاجات كلها مش مكلفة. بكده يا رب اكون اعطيت معلومة مفيدة، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.